يا مساء الخير. مساء النور. شو صحة؟ زينة. شو أخبارك؟ زينة. جايتنا بكل الطاقة هاي الحلوة وهاي التفاصيل. طبعا. حاطة اسد هماتين. شو اسمك؟ آية. آية شنو؟ آية صادق. صادق، جد عمرك؟ مواليد 99. سكن؟ بغداد. محلة؟ كرادة. احكي لي شنو تعني لك ملكة جمال العراق؟ طبعا أنا عارضة أزياء، يعني وماخذة مال ملكة أناقة العراق هاي السنة الوصيفة الأولى، فأني أحب هاي الشيء، يعني أشوف للبلدان الأخرى إنه المرأة العراقية قوية وعندها ثقة بنفسها وجميلة، مو بس بالشكل، لا بالروح وبالقلب وبكل شيء. بكل شيء. يلا. إذا طلعتي سافرتي خارج العراق وحضرتي محافل ومؤتمرات وهاي الأمور، شو تخبرين الناس عن بلدك العراق حتى تخليهم يجون ويزورونه؟ شو تقولي لهم؟ شنو اكو مثلا شيء حلو، معلم حلو، اشياء معنويه موجوده ممكن انه تنطينا فد شيء ايجابي او تحسن النظره علينا، شو تقولي لهم؟ وجوههم كافيه، يعني طيبه قلبهم والغيره اللي عندهم ماكو بغير بلد ابد. اكيد. حلو. شنو اكثر قضيه مهمه بالنسبه لك تحبين توصليها من خلال هذه المسابقه؟ يعني من افوز لو شلون يعني؟ اذا فزتي. اذا فزتي طبعا ملكه. احب يعني ادافع عن حقوق المراه، العنف ضد المراه لان صاير كلش هواي. حبيبتي يلا كل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله اللي ببالك يصير. شكرا. حبيبتي.